السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا التكمله ديال الفيديو اللي ديال اللي قبل، غير هو يا هذا روتين تاع الحكان تاع حكان السال دو بان وما جوارهما. المهم علينا، لاول مره يشوف قناه اسكت، درنا ابوني ولايك للتشجيع وشكرا لكم، مرحبا والف مرحبا بك. وقولي صريح نجيبوا لك اتاي عن صلبوط نجي نجيب لك اتاي، مرحبا يا هلا وسهلا. المهم البنات، غير كملت عليا البياسه فين غنمشيو نرقدوا اليوم في الليل، يعني وجدتها نضيتها صيقتها، ماشي صيقتها، آه يا قلبي ما قدرتش نصيق اختي، ما كاينش قرقرات هنايا للاسف الشديد. مهم حكيتو، درت كاع الجنون ديالي خرجتهم فيها حيت هي اللي غنباتو فيها. مهم اول مره اختي نباتو، يعني نعسو فيها شي نعسه مزيانه، يعني نكونوا مرتاحين فيها، وغادي نعاود لكم على الليله، اول ليله اللي بتنا فيها كي دازت. مهم من بعد لاله عليك دزنا للصال دو بان. صال دو بان اوبليجي، بنادم يبغي يدوش يبغي يدير، وخرا البرد والقاريص وباقي ما باقي لفراسكم، يلا واصلين يلا واصلين، باقي ما عرفنا الشوفاجات من يركبوا. واحد القضيه عاد انتبهت ليها انا، وخا درت الفيزيت قبل ما نمشي نسيني، ما لاحظت ان ديك خيتي هزت كاع لي شوفاج. شفتو البلاصه اللي ورايا؟ هذاك راه الشوفاج ديال صال دو بان مقلعهم وبيعاهم، والله ما رديت ليهم البال حتى عاود رجعنا. عاد قلت او هاد خيتي هادي راه هزات لي شوفاج كاع باعتهم، حتى دوك الشوفاجات اللي كانوا هنايا دوك النوع الزوين اختي باعت لينا كاع لي شوفاج. دابا شرينا كاع لي شوفاج وشريناهم، شرينا شي وحدين صراحه كيطلعوا على الاقل الرخيص فيهم 100 اورو، لو بغيتي شي حاجه ايكونوميك زوينه. المهم علينا البنات، شوفوا اختكم راه طالعه بالبوط كنحك في الحيوط وداكشي، واخا كنحك راه كنقول لا راه باقي ما بردش القلب حتى ندير، ما يبرد القلب صراحه. نعاودوا ليها لي تخافوا هاد الصال دو بان، ماشي شي تخافوا نهرسوها ولا شنو. المهم فكرت انا في هاد لي كاغو البيض اللي كيبانوا ليكم، ندير ليهم ان شاء الله الصباغه ديال الزليج في الكغي، لان هي اللي كاينه طوندوز دابا. هاد البيدي هذا، هاد البيدي هذا سيطير من هنا، هذا ما غنخليش. علاش؟ لانني محتاجه سيشلانز، وغندير هنايا هنا فين كاينه ماكينه الصابون للاسف الشديد كاينه في الصال دو بان. انا فضلت كنت تكون في الكوزينه، ولكن معليش ما بين يدي حيله كاينه في الصال دو بان. غندير ماكينه الصابون وغندير هذيك النشافه هنايا، والنشافه خصني ضروري نحيد هذا البيدي هذا. واخا راه عجبني صراحه مزيان، واحد مزيان هذا براتيك لواحد الوضوء بزاف الحوايج، ولكن ما عديش من ندير النشافه، يعني السيشلانز ما عديش من نديرها. اذا سيطير هذا، غيطير ان شاء الله، وغادي نعوض بلاصو بالنشافه. ومن بعد دست لهذيك القنيطه، لهذيك البنيقه اللي عندي في الفون ديال الكولوار اللي قلت لكم غنديرها بيت الخزين، وهي يا اختي اللي سبقت نافعاني دايره فيها انايا الكوزينه، دايرها كوزينه يعني اون اتوندو. ايوا صافي اختي، شوفوا 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 هادشي ديال عم قرضه، وزنان واحد الاوساخ وداكشي، حاجهكم وباشاكم حاجهكم حاجهكم، ولكن راه كنبين لكم داكشي اللي كاين صاحبتي، يعني عيشوا معايا لحظه بلحظه. صافي البنات، هنا راسو في الياس كيغوت، يعني بغاني نهزو ومعا جاي في الطريق وداكشي، بغا يتسارح هو من هاد الكرسي هذا، ولكن ما كرش نكمل قبل ما يجي حمزه. ما عرفت فين كان حمزه في هاد اللحظه هادي، ما عقلتش واش كانوا كيهبطوا في المواعين. مشي يجيب لي مطلع هو اسيا، بغيت نكمل باش غير يدخلوا يلقاو الدنيا نقيه. صافي هنايا بديت نشف في هذا، عقلوا على هاد البيت هذا، شتو هاد البيت هذا راه كان فيه بابي با اللي كيبان لكم بحال ما كدا، دابا تشوفوا كيردوا حمزه، راه ديجا كملوا. كنشف المهم كنشف الكولوار، وكنشف هذاك السيلي اللي حداك. شوفوا شوفوا الياس راه كيغوت، كنقول الله يرحم ليك على الوالدين، عافاك. وقال لي غير هاد الجويه هادي ونجي نهزك. ايوا صافي مزيانه البنات، تعلموا ولادكم المسؤوليه وتحمل المسؤوليه، ماشي يتغدى ويتعشى ولا ياكل دانون ولا ياخذ الكوتي وانت تهزي البقايا ديالو وتلحم في الزبل. علميه هو اللي يدير هادشي، علميه هو اللي يدير هادشي، علموهم يخدموا معاكم يشقاو معاكم، ما فيها تعب بطبيعه الحال، ماشي اش 24 نهار كامل، ولكن غير 10 دقائق بحال ما هكا 15 دقيقه راه كيحسوا بالمسؤوليه وكيحسوا بداكشي اللي كديروه على ودهم. لان هاد الجيل هذا راه يسون ترو سور ليكرون لي زيكرون، سون ترو اتاشي مع لي ريزو سوسيو، داك التخربيق خرجوهم طنزون طن من هذاك الجو،
خرجوهم خليهم يكونوا مسؤولين كيف حنا ورباونا والدينا. المسؤوليه وهذه بزاف د الحوايج يعني مزيان، ماشي هو ياكل مثلا ياوغت ولا دانون ولا شنو تيتهز البقايه ديالو تلحيها في الزبل. قولي انت اللي هز، سي اتوا دو لو فير. الطبسيل ديالو انت اللي هزو حطو في الايفي، يمسح الطبله يا بنت يا ولد كيف بالنسبه ليا. يا ضروري من المسؤوليه للدراري الصغار، ماشي عيب وماشي حرام وماشي انتيردي، حاجه مزيانه لوليداتكم. و فوالا البنات هنايا كملنا الشقه ديالنا. صباح الخير البنات، غادي نكمل معكم الفيديو لاننا هذا نهار اخر ما كنتش عليكم، عييت بزاف ما قدرتش نصور لكم كلشي. بناتي كيف تروجت لهم الفطور؟ ياسمين خصني نشط لك شعرك. سيا المهم درنا 20 غير هذا الغيشو هذا ديال الضو، راني حاطه غير هنايا باش نطيب ليهم. كما كتعرفوا انا غادي نبقى كاليه حتى نكمل لي طرافو في الدار، عاد نرحل ما غاش نرحل ولي طرافو مديورين. دابا غير حيتاش لي فاكونس قلت نجي باش نقضي انا وحمزه الحوايج ونهضر مع الناس اللي غيبداو لينا لي طرافو ويشوفوني انا اش بغيت وهذا ويشوفوا حتى هو نتا اش بغا، باش ديك الساعه نبداو ونكونوا بعدا كل واحد حط لي بوين اشنو بغا، فهمتي؟ هما كان حمزه يجي راسو ويدير كلشي راسو، ولكن ما بغاش قال لي لا جي لان ممكن يدير شي حاجه وانتي ما تعجبكش، مثلا بحال مثلا لا كويزين ولا اي حاجه ما تعجبك تولي تقولي لي لا وكان عليك دير هذه. قال لي اللهم يلا كلكم. داكشي علاش جينا البنات. المهم حنا عامضي بيانيين زعما ما نكذبش عليكم، يعني خاصك تجي من دار لدار وتجيبي معاك من البره حتى الكوكوط، من البره حتى الكوكوط، يعني حاولت ما امكن نجيب داكشي اللي نحتاجو في هاد السمانه ديمي. ولكن راكم عارفين مع ذلك راني راه خاصتنا شي حوايج سي نورمال، ما نقدرش نجيب كلشي. ما جبتش الكرسي ديال الياس، ما جبتش ليهم لي ماط، لا نسيتها كيسحب لي هنايا غادي كيسحب لي انايا كومونديتها ساعه ما كومونديتش لي ماطله ديال الدراري الصغار. انا غنوريكم البيت الصباح دابا باقي ما جمعتوش البنات، ومت غير قبلوا عليا والله الا البنات غير قبلوا على اختكم في هاد الظروف هذه. يعني ها حنا كيفاش بتنا البارح الماطله ديالي انا وحمزه، هاد الماطله خطيره البنات والله حتى واعره للظهر فن. هاد الماطله هي خليناها بميكا ديالها لانني ما فرشت غير الحصيره، ما نوريكم الحصيره وما شاطتش لينا هنايا هذيك البلاصه ديال اسيا ديال ياسمين ديال ايناس ليها. وهذا كومونديتو سفيان خلينا ليه ديالو تما لانه تشرق ليه كومونديتو، شفتو الماطله ما جناهاش ليه صراحه، ما كيسحب لي غات كيسحب لي كومونديتها الياس حتى هو يا هو ديالو حيت حطينا المانط هنايا صراحه. شو المانط ما نعرف يا اختي تقول لي من تحت شي وحده ما عرفتش هذاك كنا حاطينه باش الشطه والله ما شريت باش. السلام عليكم وليدي، لا 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 يا 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 لا بالي بوت، ما تدخلش بلي بوت البيت، دخل لي بلي بوت في الدنيا مرونه قال اجي نرونوها يعني الدنيا عرفتي شنو. والله راه ماشي سهله تحولي من دار لدار ومع الدراري صغار بزيق ولاد صغيورين ما على بالهمش هما اللي تخافوا ولا هادشي كله ما سوق وبغى يلعب. وعرفتي شنو كنشد الياس من هنا يخرج ليا شوفوا المسير الويه هاني جاي داكوغ زاري مع حمزه جاي واحد السيد غيدير لينا الكوزينه وداكشي وكيوري فيه. انا غادي نمشي نحرش معاه مقاس ليه الثمن يلا بقاو عاني جايه. البنات جينا البريكو ديبو باش نجيبو الماتيريال ديال سميتو. شوفوا ولاد شوفوا الياس كان دايره مسكين. ايناس كانت هنا قلتي كانت هنايا وكنقولها ولي فين هي ايناس، كنغوت ايناس وهي صامته غير هنايا لتحت. المهم جينا البريكو ديبو باش ناخذوا هاد السيما و تقولي فين سي بار لا اوكي ما عرفوش من يدخلوا معنا يا مسدود. انا اول مره ندخل هاد البلايص ديال البريكولاج وديال داكشي ديال السيما. شوفوا ايناس مدرقه البرويطات، شفتوا البرويطات؟ المهم جا معنا داك السيد اللي كيقاد لينا اللي بغى يقاد لينا غي يقول لنا يعني يعاوننا داكشي مع حمزه. راكم عارفين مع العمليه ما كيقدرش يهز حتى حاجه وزيد ما عارفينش شنو ناخذ. يا
le masque ça fait bizarre avec toi. Le masque blanc. Ah bon? Oui, il dirait un canard. وبغيت ناخذ البنات البورتاي لان عندي الجرده مفتوحه يعني كاينه واحد البلاصه خاص ضروري نديروا ليها البورتاي. كوكو البنات ديالي كيلعبوا، شوفوا كاين بزاف ديال الانواع. عجبني هذا انايا اللي فيه الزاج، هنايا كيدير 3 متر ونص كدير 800 و 3 متر بوحدها ب 729، يعني نص متر زايده ب 80 اورو. انا قلت جبني هذا، وعاوتاني كاين هذا الابيض 629 اورو، كاين هذا التحتاني هذا الرخيص كاع 489، هذا بزاف تيكون يعني بازيك، وممكن تغطى ليه هذوك سميتو. انا ما بغيتوش الكتريك، لان الكتريك التركب ديالو يقدر يطلع غلا، التركب ديالو يطلع غلا من الثمن ديالو. سفيان ايه صبروا ماما. كاين هذاك الابيض 289 اورو، رخيص هذاك، هو الرخيص كاع فيهم هذاك الابيض شفتو، واللي رخيص فيهم بعدا هو هذاك ب 99 اورو، 100 اورو يعني بحال 20000 ريال مغربيه، ولكن صراحه بازيك شفتو. ها هو 100 اورو، والاخر 149، الفوقاني كاع 149، وهذا 287، كل واحد تياخذ داكشي اللي قد عليا. انا قلت اللهم ندير حاجه زوينه من الطيبه. 489، هذا 489، 629. وهنايا البنات جينا ناخذوا الصباغه داكشي اللي نحتاجو. سفيان كيلعب بهذا الطيل هذا، شي اللي خدينا وشي الاخر غيجيبوه لينا حتى للدار، لان داكشي ثقيل. حمزه ما غاش يقدر يهزو، ما نقدرش نتليفغيو. Le noir c'est comme couleur, c'est le plus cher. Ça c'est pas du noir. Non, ça c'est du blanc. Non, ça c'est du blanc. Et le noir, en fait la couleur noire de peinture c'est plus cher. Eh oui. Tache rare ou aqaïda ou la manar. Donc normalement. Oui, on a خدينا البيضة. Le blanc c'est le. أي ناس ما عطاش كتعزل تمايا. Et la peinture la plus chère c'est celle-là. Maman, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Le chat. Et le renard. Il y a une petite boîte de ça, elle coûte 18 euros. C'est vrai. Elle a sa blanche marque. Regarde maman pour la table, on peut le faire. On peut le... Ah, oui, tu peux faire la table? Oui. Ah. Mat. Et on va acheter une table. On va prendre. On va se brûler la table. Hey, mes amis, d'abord, خدينا كباب. Bon kebab. حمزه اللي مشى جاب لنا الكباب. المهم راكم عارفين انت غدي دابا الضبشات اللي هذه انت غدي هنا في فرنسا تدخلي يعني عندك حق تشري الماكله، ولكن ما تاكليش في الريستوران. انا با دووا نو ما عندناش حق تاكلي في الريستوران. دوماج فرانشمون سا غاش كوميم. والله يعني اشاك فوا دابا ملي كنكونوا خارجين نشريو شي حاجه ولا شنو كنحاولوا نقضيو كاع مسائلنا. المهم ما بعيداش علينا المدينه، بعيده علينا هكا اكبر مدينه بعيده علينا ب 15 مينيت، ولكن بغينا نقضيو كلشي عاد ندخلو. جينا اومام طون نتغداو ومخلين واحد السيد ديجا راه خدام في واحد في لا شومبر ديال اسيا، بدا فيها البارح وباقي ما كملهاش لينا اليوم، باقي خدام كيحيد فيها فسميتو. حنا شرينا الماتيريال وداك التخربيق، المهم شداتنا الوقت هنايا في هاد البلاصه. خدينا كباب تركي صراحه، دوك كباب واعر. اسيا حتى هي خدات كباب بلا لاصوص لا والو. ياسمين حتى هي الياس مسكين نويعس نويعس. شكون سفيان؟ وسفيان خدا امبورغر. ايوا مهم صراحه الكباب عند الاسراك عندهم شي حاجه زوينه. وي ماما نعطيك كوكا. الى وي تروف سفيان aussi. وي جاهم الجوع مع الشتاء والبرد البارح، ما اليوم صافا الجو زوين، جاهم الجوع قلت لهم غادي ناخذ لكم كباب وناخذ لكم من عند هذا السيد هذا، لانني خديت عنده كباب نهار جيت شفت الدار، عنده كباب زوين صراحه، وصراحه المذاق يا سلام يا سلام. ايوا دابا ان شاء الله غير نتغداو وغادي نمشيو للالكترو ديبو ناخذوا الفريغو الفريغو والماكينه ديال الصابون، لاننا غير هاد اليومين هذ اللي جينا كعارفين الدراري كيوسخوا. عندك ايناس ويا وسفيان والياس كيوسخوا يوسخوا يوسخوا يوسخوا، قربوا يكملوا لي كاع الحوايج جبت ليهم.
ما نصيب ما نلبسهم. قلت ضروري ناخذ شي ماكينه صابون وناخذ حتى الفريغو لاننا ما عندناش فريغو، داكشي علاش كناكلو في الزنقه يعني ما شريت حتى شي حاجه. المهم غادي نشارك معكم كلشي ان شاء الله. ايوا البنات ها لي طرافو بداهم لينا هذاك السيد في هاد البياس هذه اللي الشومبر ديال البنات، عرفتي راه كانوا كلهم بالبابي بان داك القديم، يومين ديال الخدمه باش يلاه تحيد يلاه تحيد كلشي. صراحه خدم مزيان مع ديميتر تبارك الله عليه، حيد هادشي اللي في الارض وصافي. دابا ان شاء الله غير الا كان شي حاجه هكا يسدوها، ومن بعد ان شاء الله شي صبيه غتكون زوينه. الصباغه من الاحسن لان البابي بان مع الدراري الصغار كيبقاو يلعبوا به، كيبقاو يرسموا فوقه ولا شي حاجه، مازال الصباغه تقدري تمسحيه. فوالا هذا ما كاين البنات، وتنديروا نوريكم ان شاء الله الكراج اللي غنديروا في الشومبر، راه حتى هي بداو فيها الخدمه غير الماتيريال اللي مشينا شريناه اليوم. قالوا لنا ليفغيزون حتى لو 30 ديسمبر، قلنا لهم لا، المشكله راجلي انا ما كيقدش يهز. المهم غنشوفوا هاد السيد وهذوك الناس اللي باغين يخدموا لينا، يعني هما كيليفرو لك، هما كيديروا لك في الكاميو، كريو لك الكاميو وعمروه لك السلعه، ولكن انت اللي بغيتي توصل للدار انت اللي تهبطي داكشي. وراكم عارفين حمزه ما يقدرش يهبط داكشي، يعني ما يقدرش يقدرش يعني يبغي يقصها يهز شي حاجه يقدر يمشي ثاني فوق الطبله. ايوا المهم غادي تشوفوا هاد الناس هادو يهبطوا معنا السلعه ان شاء الله، باش يحيد باش نحيدوا الكراج يتحيد يتقاد. وي وي جلي غامني جبت لهم هاد لي جو هذاك يلعبوا بهم. صراحه الدار ما تبرداش، واخا الحيط عرفتي شحال فيه 55 سنتيمتر، يعني غليظ 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 صراحه، ما مدخله لا برد لا والو. والله كيلعبوا اسيا. شوف يلاه بدلت ليه وجلست على شي بلاصه فيها الماء، شوف ولا تخربق عليه النيفو هنايا والله ما عرف. انت ما غتلعبش معاهم الياس، باش جوي افيكو، يلا سير لعب لعب معاه لعب معاه. وي تبارك الله تبارك الله، راه بدا كيتمشى بدا كيتمشى وليدي، دايره لهم كل واحد ثلاثه تقشيرات. انا ضاربه هادو هاد التقشيرات صغار، هما والله ما بغاو يلبسوهم ليا، راهم ليحينهم ليا العيد. هو كنلبسهم بعدا وقع الرقاقات ثلاثه ثلاثه لواحد. وهاد الكريسي البنات شريتو الالياس من المدينه اللي كنا نتقداو فيها الماتيريال، دخلت للبونكوان ندبر على كرسي هكا ديال الديباناج الالياس لانني كنبقاو شادينو غير في يدينا، لقيتو ب 10 اورو البنات اللي هي 100 درهم. هاد لو بونكوان بحال افيتو ديال المغرب، عيطت لمولاه لقيتو باغي يديميناجي كيبيع كاع حتى هويا في البازار ديالو، وهاد بغى يبيع هذا غير ب 10 اورو مخير باقي جديد. ضربت عليه واحد المسحه واحد لي لانجات ديزانفيكتونت وريح وليدي عليها كياكل فيه يفطر فيه يتغدى فيه، نعطيه البيبرون يشدها وإيناس راه كاسه كتصور فيه. نسيت ما صورت لكم بلي مشينا عنده، ما عرفتش طاحت ليا البلديه اللي عجز ليا نصور انا كاع لي ديطاي. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، لعندكم شي اسئله ولا اي حاجه مرحبا. هذاك الشيء اللي في حيطه البنات راه غير الكوله ماشي شي حاجه اخرى، راه غير الكوله ديال البابي بان، لان الناس حيدوا البابي بان وبقات الكوله. يلا احلى بوسه من عندنا زيها، ونشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي. احلى بوسه من عندنا زيها.